تفضلي ويو كاميرا
هاي سارة نحوف كان المقام فضلاً موسى وليدي هاي ابو وصول المسلمين دي عند غروب غادة أول مسلم سحان ذا بليس دا مسلم دايو لا إله إلا الله قيسو هاي قعد الدواء قعد الدواء ونقوم الدواء عطل فراحة هنا مايا 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 هنا وعطل فراحة هنا تكبير قبل سيندي ما دايانو انا نتاك اصول مسلم هاي سوا المحير فات علي وكالمية قفك اسمقا الله صاروا ريو امين تي وكالمية قفك اسمقا الله صاروا ريو الهي سبحانه وتعالى سنة وضعنا هاتفينه إلهي الله أمر بالسنة إلهي رب الرحمن وسنة وضعه كذلك كذا آمين إلهي وسنة وضعه كذلك كذا آمين ما أنت واي مالي هاتين ما انت سيهر من اين نقطو ما قطو تقانا جاك مجن فدي علي مايو عدا تقا بك عند غرقات جاك جيك علي مايو عدا تقا بك عند غرقات ده يعني المسلم بلان قالوا داي كيوا وحوا رينا قرب علي بالي سوى عي هاتين هركينا طبيعي كرا انا حالي مكن اللي يسوف جاكي ساكه الافرس لعمك الله يجاسي جاريا سوف مكتبي نوري بانك صدعي حتى يسوع تكشمانك أنا إيه إنه ملاي المعلمين تري وعارم نحن كوسم نو نقول عاوا ده ما تنوصل تكشوا يا نسوع تكلين كلا قف مسلمين إلى هيد سبحانه وتعالى كسكو اللي هو مسلمين تسوع تكلين كتير بيت المال مجرى وحصل في بدن الله مرة بو شان قف أخاك تجعل أو من لما كنا شين لما تدعوا له زيت وكسوك قالنا سالوك بهنا وهل بقوله طول البسة وعطنا كنا شين هل قف وقيرك الجعل هو قلبي يوسف انت كل انت وحبيك لا شيخ هو انا بحنا يا شيخ وعودنا انا اللي وقر شيخ سيته فاتحة للمرنة شيخ فاتحة للمرنة فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شيخ صوتوني الله أوله آمين صوتوني الله أوله آمين وقف كرام بدن كرامة بدن مقدسة دار ده بس أنا أنت لي لما صون نصرد أفان جعلم أدي أدك أسود بيوي ونقدك قلبي دينك سيكون إله سبحانه وتعالى أولادي أولادي من خيره آمين مسلمين تمان آمين تما قالوا آمين ولا تهدم الله كيانو آمين مراد كيس مرسر الله جارسيو آمين إله هو مراد كيس مرسر جارسي آمين إله هو والدينتي ستنبيرو دار آمين إله هو والدينتي سجنة كوراوي آمين إله هو والدينتي سجنة كوراوي آمين إله هو شقي شيطان كحجاب آمين إله هو مراد كيس سهل آمين عفية عافمات إله هو سي آمين عفية عافمات إله هو سي آمين انت تشغلوها يا إله يا ربي رحمنه جعلتي سقيم أو غير إله هو المراد في سنة سهل آمين. فاتحة عليا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شيخ في راحة الثانية اللي يقرأ لكن وين اللي فيها شيخ بقلت أنا بقلت كنت في مقرنة أنا تتوقع بنا تتوقع معلم شانكم باكم سارنيت بخوك شيخ مكوت بخوك تلونك كل نوب بحيوه شلتا كل مسلمين تسوهرت بالرين أخروين أنا شيخ كنت كل كمسار إله شانكم فوقارك الجعله الشيخ كنت ينسك وإلهي مراد كوي يسحلو إلهي عفية عف نفسي كنت كوي أيانا بلا وعيو شيخ سيتو طوم بلو بحيقير الله سيو شانتا سوهرت المسلمين تريسلي وعرور نيسا هاي كنت كوي أيانا بلا وعيو في هدايا انت هلا واقف مكه ما تمش الا دعوه للسكع عابين هاي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وجنة جنة المسواه ما يوي ما ذهبين او بيت ابو سالمين به بوايا
مركز وحي أسأل وأمير المؤمنين لصعب مركز وحي كيرة ما من حادث تكوسار إلمان معادار مركز وحي كيرة وعند تكوسار وان وعي بيا برتان كل ما كبرايان دو 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 وداي بيا سيد وقوف بسينا يا بكر عمر وأمير المؤمنين ت إلهي وأوجي لا سيا كفالنا قاضي ترى وحلا الله إنه وعمر دين الخطاب ورك ما هيسو هوا إني ما ليه بحبيته مال بوادي وعمر سو قادر عشرين وكلي جانتي سكوت طريقي المي أصلا جانتي سكوت سيء لكن أنا ما تمشى مجرم مشى مجرم مشى مجرم الله نجاتي آمين ده شنقفوا من كوشين لك شنقفوا من كوشين لك وعلوت أنا بقول لكم تندور بيها شيخ بقول تولوت هي شنقفوا من كوشين فوق كواجيان وبلا وايا زين أسوأ تنالين هديك لك هاي يا أبو تعيني لا كو أما تتعقفوا من شنب من كوشين لهنا هاي يا إنو بلا وايا يا إنو بلا وايا عاوة هذه سورة كشور إلهي كسوك وأمر كين يكوبا حيانكون بلا سيكو أنا أعرف كوي أضرابة لكي أعي محاني جناها يا أمير جناها مالك أتا سنة سنفين إنه سنة ويسي أفكانيسا محلنا نكسو علينا يا سؤالها السعبان أفكسان دخلان كسو نغنائي من فندكم قد كروينو ونوت بحيو الشلسي جاقا سوكا لنوت بحيو بحيو اللي سرفادلين هاسو عطهوشا وهان ربائنا كسو عليو نتاكا لمروبيش إفاس إكسبي مواليم إكسبي أمي شكا كبير واما Apo, ni mwalimu gani napanda? Haya, hebu mwalimu kuja. Huyu kaka hebu mpatie mike. Mwalimu mike iko wapi? Musa. Kupo wewe ni kijana sana. Umeshika mike kwa mkono mikitaru. Haya, mpe mike. Haa, mkanyanga sa zingine. Haa, huyu alikuwa anaongea na mzee. Alikuwa anaongea na mwalimu. Kaka. يعني بس يا جاي جو لو جو جين اول اوف ذم عيد النبي عيسى وبالله وانا ويلك الهي حطنا ويتولا يعني كاكا الو مايك هنا في دايوت هلا هلا ايه مايك هنا في نو صدر كان انجليا ايه وانا يسوع في امينا نبي بتفanyaje nani bibi bibi وانا في Uwe bwana anaongelea nini? Haya bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia bwana Yesu asifiwe. Amina. Bibi atukanwe. Bwana useme amina. Sasa ukitaka kuacha nalani. Aha. Ongea na yeye. Allah ibadi ukazikwadi. Sheikh Ndio Abbas. Sheikh Abbas na Musa. Sheikh Ndio ameniambia tumuone baadaye inshallah. Amesimamia huyo msafara wa nakuru na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amfanyia khairi na huyo kijana amepokea tafadhali all watu wote 100% 98% mko na namba ya Sheikh Abbas Musa na namba yangu pia ni YouTube XP na Facebook ya Sheikh Life sahihi iko kama kuna mtu anajua huyo kijana tafadhali tuletee sisi tuko hand over inshallah taala after 10 minutes Mungu akubali tarudi hapo inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh Kuhona debatika kuhu islamu, amani ya mwenyezi mtu uweze kuwa nani? Mbona unacheka? Na ujatokesha? Mwalimu, naomba ni kuulize swali. Nauliza. Daulati. Eh. Inaongea kuhusu nani? Daulati inaongea kuhusu nani? Eh. Kati ya Yesu na Mungu. Aye, aye. Kati ya Yesu na Mungu? Eh. Mbona sikia kuelewa? Basi unaona kuna Mungu na Yesu. Hiyo Taurati ile kitabu ilipewa Musa. Ngoja kidogo. Maadamu wewe unatambua kwamba kuna Mungu na kuna Yesu. Mimi naelewa. Na mimi najua kuna Mungu na kuna Yesu. Ndio maana nimesema sijakuelewa kwa hivyo naona tunaongea lugha moja. Au vipi Waislamu? Sisi tunasema kuna Mungu na kuna Yesu. Yeye anasema kuna Mungu kuna Yesu. Mimi Waislamu nijui. Waislamu. Nauliza, Waislamu wangapi mnajua kuna Mungu na kuna Yesu? Yesu. Atumjui Yesu. Ndio. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Hebu mpatie msomaji mike. Mimi narudi kwako. Hebu mpatie dada yangu.
Dada yangu muona alikuwa anataka kukusaidia. Sasa anakusaidia. Hapana, wewe sasa hivi unasema kwamba unaamini kuna Mungu, kuna Yesu, na wewe mwenyewe umeikana hapo ukasema Yesu si Mungu. Umekana zote. Sasa nitakwambia sasa hivi unasema sikiza. Sisi mimi nilipokataza si Mungu wala si mwana wa Mungu, sikusema Yesu hatumwamini. Yesu tunamwamini sana na tunaamini alikuwa Muislamu. Hapana. Yesu alikuwa Muislamu. Hebu mbe huyu mai. Narudi kwa ndugu yangu 4:14. Luka. Kumi na nne kitabu cha Luka. Kinasema mwalimu. Nne kumi na nne inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Mpe mai. Biblia inasema Yesu alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na nini? Na watu wote. Kwa hivyo ili wakati huo Yesu yuko hapa duniani, ili upate mafundisho yake ungeenda kumtafuta kwa sinagogi, si kweli? Ni kweli ndio. Na huko kwenye sinagogi ndipo penye Yesu alikuwa anafanyia ibada yake, si kweli? Ndio. Lakini hawakumkubali, mlimkataa na kumfukuza. Nani? Hawakumkubali, hawakumkubali. Wakina nani? Yeye. Wakina nani? Yaani hakuna kitu kama hicho. Kwani Yesu yupo? Yaani unajiuliza bado gani inaonekana? Sina kwani. Dada yangu, mbona nimefanya sisi na roho naona ni kama ninapoteza bado nyingine ambayo hapana. Hivi Yesu, hebu tuseme kwa kweli. Kwa mfano unavyoelewa wewe kwamba walimkataa kwa sinagogi wakamfukuza. Sasa alipofukuzwa kwa sinagogi alienda kanisani. Acha abadilishe hiyo hiyo betri. Unajua mimi nashangaa. Kwa hivyo ni kusema Yesu si Mungu au sio mwana wa Mungu? It does not mean nimemkataa Yesu. Inamaanisha tu nimemkubali for who he is. Kwa hiyo si kweli. Nimemkubali jinsi alivyo. Kwa mfano, ninguje niseme kwamba Raila sio prime minister wala sio rais. Umenielewa? Hata kama watu wa Azimio wangependa waseme ni rais, lakini mimi mtu wa Azimio lakini nasema ingewaje kwangu kwa roho yangu naona ni kama rais, lakini sio rais. Sijamkataa, bado anakuwa mtu wangu kwa hiyo sio ni Waislamu. Sasa pia Yesu, ninyi mmefanya Mungu, mkamfanya mtoto wa Mungu. Na tunapata Biblia inasema Yesu ni Mungu. Na ni mashetani alikuwa anamuita mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunamkubali Yesu alitumwa na Mungu, ni mtume wa Mwenyezi Mungu na yuko mbinguni, lakini si Mungu na si mwana wa Mungu. Yesu sio kumpinga. Unamwamini Yesu yupo, si ndio? Namwamini sana. Nisipomwamini siwezi kuwa Muislamu. Hapa kwa Uislamu wangepo anamwamini Yesu. Sisi wote. Umeona hiyo? Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Sikiza. Sikiza, ngoja kidogo. Wakristo wangapi wanaamini Yesu? Nyuma wengi sana. Naamini Yesu kwa wengi bana. Wakristo wangapi wanaamini Yesu? Unamwamini Yesu? Hapo maisha. Hapo kanisaidia kidogo. 16:18 Mathayo. Katika 16:18 kitabu cha Mathayo. Acha tuone kama unamwamini Yesu mimi narudi kanisani. Amina Mungu na iwe hivyo. Iwe hivyo. Kama unamwamini Yesu narudi kanisani. Na kama mimi ndo namwamini unifuate. Au unasemaje Waislamu? Ndio. Afanye kama ilivyo agano. Inasema Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mpe mic.
Yesu anaongelesha Petro. Unasikia? Yesu anamuongelesha Petro
Petro akawa anampinga. Akamwambia wewe ni shetani, huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Sasa sikiza ndugu yangu, sikiza. Sikiza. Mimi na Petro tofauti yetu iko hapa. Petro anapingana na Yesu. Na sikiza ngoja. Ngoja. Hiyo yako kwamba anapinga kufa ni wewe. Mtakie wewe Mike. Msomaji. Waebrania 7:5. Mimi nakuonyesha. 5:7. 5:7 kitabu cha Waebrania. Kinasema. Yeye. Siku hizo za mwili wake. Yeye. Siku hizo za mwili wake. Huyo ni Yesu huyo. Alimtolea yule. Awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia. Hebu nawaulizeni. Yesu alienda mlimani kulia. Aondolewe kikombe. Alienda. Malizia tusikie. Mungu aliondoa aliwacha. Ni maombi. Na dua. Na ujua wakati huu akiongea na Petro hajaenda huko mlimani kuomba. Na hii inatupatia habari report ya baada ya kuenda mlimani. What happened? Rudia vizuri waelewe. Inasema. Siku hizo za mwili wake. Yeye siku hizo za mwili wake. Alimtolea yule. Awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Unasikia? Anaomba kwa yule anaweza kumuokoa na kumtoa kwa nini? Kwa mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana. Alipata maombi na dua pamoja na kulia sana. Na machozi. Akasikilizwa. Kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Sasa nawaulizeni, kama mimi naomba nisikufe, alafu nisikizwe, nitakufa? Amen. Ngoja, naona umeinua mkono ndugu yangu na kitu nataka kusema hapa, alafu namaliza na wewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kutangaza kwa lugha ya Kisomali. Anage hamaka le jere san sake ratigore ratige de masanka ti suleya. Anage manta mate ona sobo katay martili wan fadli ya shay ilahi ko sobo bina anaga hawa sifata san bahdo. Shaqta wa shaq ana angareleno wa shaq fadli ki karama wa shaq كريم عوضك صوته بيستوعي عشان تبقى جعل وعي دعوه انا جعل ما كان مسلمين ماشي جوكو انا يكون لي يرس حطو نينكا قالك ان ماشي ناقرو ويراري حالي اللي نصوا وعي عاوة بإذن الله الكريم مركو شاقا نفستحو انا كوريا يكون من لابانا يتاقي يلابتو يقول جرا وانسيدا غادا ناقرو وانسيدا لنيمة المال مايو ان شاء الله وانالو ان شاء الله وانالو ما كان عن حسنا يعني انت كذلك نحير روضو قليلو غالية قرونك وحير يا هجاجية وحير قرونك يا هجاجية كتوه شيخ وحير عمية تبجيني فريق فريا تبجيني كنهار ويبشني المكاية تين تفضالي انت لو وحير قرار هم دينو تفضالي نهم بكامل هلوكي زي سيموه هاي وعنا وانا صدر يا شيخ الكلمة وكلمتين ان شاء الله تعالى وحي النصيحات انه ماذا وعنا لين عرب وشاعر وهيري كاد المعلم ان يكون رسولا في المدرسه غسل جري اي نون او اسم المدرسه هي جناك او موسى اشي عبد ولي ويس وخين جري شيخ الفلي تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إلهي بما الله سبحانه وتعالى نقدر يدد الإسلام نوضر في المدن محمد عليه الصلاة والسلام أنت كذب وما للجمعة ويان بالك جمعها نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث لبورنا وحافجر ساعة الإجابة علم الوصول إلى فاس ساعة الإجابة ما بين الخطبتين خطيبك لبدا الخطبات برقوا أخير ليوم فردي يرعب حيسا إن كجبت علم ذقار شيئان علم ذقار نوحي شيئان في آخر الساعة أو في آخر ساعات من يوم الجمعة ساعدها وطن بغالك الجمعة إلي ساعة الإجابة فردت حلق علم ذقار ساعة الإجابة بين الجملة وعن إله وطن سنة تبارك وتعالى dadkan ee ma araytay ibn aadamka ah ee xaqiiqatan anaga nagu dareenka ah
هدينا قطو مسح هدينا قطو جر هدينا قطو حبنو لكن ما انت إله سبحانه وتعالى أنا أقدرين أن وضعنا نبت قليا يدين الإسلام كمعانك إن إلهي تبارك وتعالى ما انت ونبت عين إلهي قلب وضع هدائي هنون إلهي كسر ساعة الإجابة قدرنا قصف البو إلهي سبحانه وتعالى أبره بك أهلك أفضية حقيقة أنا نقل لغة السواحرية مقرنية لكن حتى وحيوة لي شيء حكمدها لو إلا عيسى وحي راذين وأنا إله وأنا إلهي سبحانه وتعالى والعيسى مرقى حقيقة بحس غوكرا ماهن يعني إذا كدب لبقى رمضى ربعين عن إراده ضدتا هرتا إنا ندعين إن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى إسلام كفهمسيو حق فهمسيو ديت إلهي تبارك وتعالى فهمسيو إلهي جاء أورطي سمدن بلا تيركا أيها كياني يكون بحجران يكون إلى علينا يكون رزاقه يكون معمولي إني قرطان عطينا إلهي ودينا تبارك وتعالى بس هو الرئيس أنبياء المركة إلهي الصادرة دعوة المركة السمعين أيانا أما دعوة إدلال قديمات إلهي ولا صادر أنبياء وحيكا بلا رجرين إني ما رأيت يبسك قالت أنا ودي عيان هبينك مالك هي دعوة يهو يران مركة إن شاء الله تعالى دعوة ارتوي سعتها بس مجمعا يمارك تاي مقام كان مالي والبو وان مرا مالي والله هلكن وان مرا دوض كله هلك هذا سعته لكن جان السومه له معايا لي نقطة مسلمين تقال أنا مدن الصومالي بس شغل مهم هو هيا لكن ما أنت ومالين جمعون ومالين المسلمين مركا جان السومه له ما أنا هلك أنا معه وحن مارك تاي لما ولا لا مسلمين هلك جو كبرنيا ذكى إن ندعون أولا مثل الله دعوت هلك بيت سعته لكن يحلو بها أن يقصد مسلم كأه صفات كداعقة إي صفات كمسلمين تأه إنه الله صبح دفك قال له حكو إسلاميان دفك مسلمين كصفات كده ونايسن بكو إسلاميان قصد مسلم كصفات كأنا دلقه له ونايسن قال له هل قصد قال له يسو كجير الارك الماي كل دين إسلام كمعان كده يبقن كده ونايسن إي صفات كده صفات كمسلمين كبصور راعيان تابع دعوة مقرى سيدة نكوص إسلاميان مرقى أنه حنا لقربها صفات كنينا نهجاجين وعنا ملينا ان كي وحان جوغا السنة دي افر بلدان جوغا هل كان قصة ايقو قصتي كاليفورنيا يقدع كاليفورنيا وشيف كاليفورنيا جوغا ودبروي وقال وكريشتان دادبا الى الشقيني داد كانبا الى الشقيني شغلا وانيا قعن يرياشا ايها بوحي سمينا خيانة يظلم إي معركة المالي والمشي وصو سمي ضدك السمينية أي مشيكا ضدك السمينية ضد عالماء وضد إسلاما كاقا سيدر هدنا وضد أنيقا يوه اسمول إي أنيقا معركة إلا شقيني وقعن يرني إياه قبدي معركة يجيبك أي وإي يرتي وحيتي لشاري وانوتا وحيتي سان أليا كايا مرغيتي قف أنيقا دينتين كريشتان كيساوغم مرغيتي بالفيرية نحيتي سان أذيك أو مسلمة يا أنيق كريستان سان أذيك كأي مرجو قف أنيق دين تيجي كريستان كهسا والله يوم مرجو مركزان ويجيو محد عبان كوي وعيد ردت كنا مسلمين تا دقن في عم بشرقتان دين عم بدن بشرقتان دين تنين اللي بقليت بشرقتان دين تنين اللي صدق من بشرقتان لكن أذيك دبك كل شقين يبهد كقول مين يبيتين مركزان دبك يترجم وعم كوي وحات رعان أنا سيدان كايغا مرغسان هاي سيدان ايغا مرغسان تاوي كدران تا معايا لي أنا مسلم باد ايغا مرغسا لكن دين كريشتان باد كجير تا هداد دي مطف حقا جلسا نار تاسان كايغا مرغسان هاي الولاي كابد بالي إلا إبان خوبريا دين تا إسلام فقالو هذا العجيب بي يقول تيري وحيتري دين تا هدان قاتو أنا وحيتري دين تا كريشتان كهدا عيد ايغو مشخورة سمالها عيد ايغو دلميني سمالها عيد بان ايغا شريك سمالها عيد نقولين يا كشقين السمرة لكن ما تعدان سوى إسلامه ضدك مسلمين تواي ضدك هذا عليك كل نقوليني ويا بضدك عليك كل الجوغ أنا عدان سوى إسلام سوى نقولين أسوى كل نقوم السمعين الله أكبر أي كور رمى بعنا وهغل قف مسلمة ومؤمنة وداعية ودران ديوان له هذا الكسوى هذا التعبان يوم ويحن كون الله تنقروه إبان اسكاء مسلم إلا موتا هذه وحي أذي أكو هل لها وكل مالية لها سعر وحكو هل لسمرة صومة مركا إن شاء الله تعالى ذلك أنا مسلمين تعاف أما اللغة الصومالية هذا أكو هل لها فهمان أما يزن فهمي أول ما حنوضها عنها ذلك مسلمين تعين صفات كده هجاجيان
صفات يعني دتك غالبا نوغه بيدان دين الاسلام كاي كو جيلادان بان لا ربا لما ربو دتك غالبا لفترك دين تي لو دتك يمال ما ودن هذا وحان جوجنا كريستنا او ما ريتاي دين غالا لا هيسو او مدخده غالا لكن دتك مسلمين دين تي خرب ويجين دين الاسلام فوا لا قدرنيا قران الله سبحانه وتعالى والحسمينيا انت كليا اي ماركه دوله انا اسمي سبا الهي سبحانه وتعالى وحكسي امني كسي فرمتها مسمع ماشي الهي سبحانه وتعالى كتاكيسا يدين مسلم كاللغو قدريو الهي تبارك وتعالى دكا ايضا هو قدريني غالبها هذا نادي ربا ماك ان شاء الله تعالى وحال ربا صفات كنين انا هقاجنو دكا مسلمين تا صفات بعين اللقاكو لان غالبها مكا اي امقنو ان امقنو قدو حسنة maalinta ayadoo la hadlin dhaqankeena ay dhaqankeena ay arkeen inay ku soo islaamaan ay diinta ku jiclaadaan waxyaabaha kale walaalkeena qeyr Allah si aad darto laga xusanay waxay ahay min magaaladan weeraray ee maalinta ay diin kristan iyo maalinta ay barnaamijyo noocaas ah oo waa garanaysaa walaalay aniga maanta ugu maanta ayuu horeysa waxa la rabaa dadka haday muslimiin joogan iyo haday san joogin oo gaalay u joogan labadaba in loo maalinta ay loo dhimriyo oo loo dadaalo gaalka meesha jooga inaan gaalnimada lagu fogeyn qofka muslimka ah oo weliba xadiidu caadin biislaamin oo yahay diintiisina aan laga fogeyn waa dadaal diimeed wey qof walbo adigu haddaadan bixi karin walaalkaaga bixi karo diyaarna waa dadka gaalada inuu munaadaro la sameeyo oo maaragtay diinta islaamka tuso oo daliil ugu noqdo in ilaah subxaana wa tacaala dad badan sabab uga dhigayna soo islaamaan marka wixiina laga cusa insha allahu tacaala aan bixinno aniga uga hore wixii dhan anaa qaatay laakiin waa laiga diiday marka insaaniga hadda aan go'aamiyo waan bixin insha allahu tacaala dadkeena halkaa joogana waxay ka bilaabanaysaa dhaqankeena wanaagsan wuxuu ka bilaabanayaa hooyadan ee afarta jeer dhali karto ay tiri afar jeer baan ku dhali karaa ee laakiin haddaan islaam dadkiiba ay soo burinay meelaa ku noolaanaya mala waxaa la rabaa dadka muslimiin dadka soo islaamay oo weliba islaamnimada ku cusub waxaa la rabaa waxay cunaan waxay cabaan meelay wax ku bartaan meelay seexdaan inaan annaga dusha iska saarnaa la rabaa insha allahu tacaala diyaar muunna oo maaraytaa dhaqanka ay muslimiinta laga roob dhaqanka wanaagsan waxa weeye dadka muslimiinta lacagtaadi aasiin oo sumcinaadu maaha islaamnimo inaad ka garato maaha waa inaad u samaysaa maaraytaa naxariis iyo dhimrin iyo uturid intaa keliya maaha markay soo islaameen ee lacag aasiisa waa soo islaamsa meeshaa uga tegaysaa meeshaa uga tegaysaa may waa inaad gacanta qabataa waxbarashadiis waa inaad kafaalo qaadaa meesha kuwayala waa inaad kafaalo qaadaa ان قلب ويدو حتى المناظر هلقا بيزا انت سوف يكون لو يحي كرانك انا اكو برسل ان شاء الله ان شاء الله قال ان شاء الله تعالى ساني شمي واشتق روشية انا معاوة سفرت انا وانبحي ان انا وتيم كيجا شاق انا الفضل قاضي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته